نوال الزغبي تلجأ إلى القضاء بعد تعرضها للهجوم وتهدد هؤلاء لا عزاء للحاقدين. ماذا حصل معها؟ فخامت معاليك تخليني أجيك وبروح أنافي. في خطوة حاسمة قررت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قطع الطريق على كل من يعكر حياتها ويؤثر سلبا عليها، وذلك عبر لجوئها للقضاء ومحاسبة أي شخص يحاول أذيتها. وفي التفاصيل، نشرت نوال الزغبي على حسابها عبر منصة إكس تغريدة قالت فيها: اليوم قررت ارفع دعاوى قضائية على الأشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا أكاذيب وتشهير، خلونا نعرف مين وراهن، مرفقة كلامها بهاشتاج لا عزاء للحاقدين، وذلك بالتزامن مع حملة تعليقات وشائعات قاسية طالتها في الآونة الأخيرة. تغريدة نوال الزغبي لقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، حيث أكد الكثيرون أنها على حق في أخذ هذا القرار وقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر للتأثير سلبا على حياتها الشخصية. من بارس عطرة يجي لكل شي فينا في ميتينا وسامة وجه. وفي سياق منفصل، كانت حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في وقت سابق ضيفة على برنامج زمن الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة دبي، حيث كشفت الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، إذ سردت بعض القصص منذ بداية مسيرتها الفنية حتى اليوم. وفي الحلقة فاجأ نوال الزغبي أحد معجبيها الذي اقتحم الاستوديو وعرض عليها الزواج مباشرة على الهواء، إذ أشار إلى أنه من معجبيها ومتابعيها ويحلم بلحظة لقائها، إذ كان يحمل باقة من الورد مع خاتم سوليتير وركع أمامها طالبا يدها وعبر عن حبه الكبير لها. وقد بدت على نوال الزغبي علامات الصدمة، إذ لم تتوقع أن يقوم أحد بطلب يدها مباشرة على الهواء، فدخلت في نوبة ضحك، إلا أنها استجمعت قواها وعندما اقترب الشاب منها وقدم لها الخاتم تقول له إنها غير موافقة، وعلقت: لازم أدرس المواصفات، بس أنا سكرت باب الارتباط، بلا زواج بلا بطيخ، أنا معرفتش رجل سحرني بشخصيته، مضيفة: بس رح بلش فكر بالموضوع. وتوجهت نوال الزغبي إلى الشاب بالقول: برأيي خلي هيدا الخاتم للإمرأة اللي عن جد رح تكمل معك حياتها، ما شاء الله عليك مثل القمر. عم بمشي وحدي اشتلقوا علي. الفيديو لقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بتصرف نوال الزغبي الراقي تجاه هذا المعجب، إذ كتبت إحدى المتابعات: كتير راقي نوال، بتجنن واستمتعنا بالحلقة كتير. وأضاف متابع آخر: مرتبة ومحترمة بكل لطف وبكل منطقية، تصرفت بمحبة ولباقة عالية مثل ما لازم.